المكتبة الجامعية هي إحدى المؤسسات التي تؤدي دورا علميا هاما في مجال التعليم العالي، ولا يقل دورها عن أي مؤسسة علمية أخرى داخل المحيط الجامعي. تستمد المكتبة الجامعية وجودها وأهدافها من الجامعة ذاتها، ورسالتها لا تتجزأ عن رسالة الجامعة التي تتركز في التعليم والبحث العلمي. تمتد المكتبة المركزية لجامعة فرحات عباس بالسيف المدشنة في سنة 1985 على مساحة تقدر ب 7200 متر مربع. يشغل المخزن حيزا كبيرا من طابقها الأرضي تقدر سعته بحوالي 350 ألف نسخة، بالإضافة إلى بهو الفهارس، مصالح الإعارة الخارجية، المصالح التقنية والإدارية. أما طابقها الأول فبه أربع قاعات للمطالعة تشغل حوالي 1200 متر مربع، وتتسع لأكثر من 600 مقعد، قاعة للدوريات وقاعة للبحث الببليوغرافي والإنترنت. تشرف على العمل بالمكتبة الجامعية أربع مصالح: مصلحة التوجيه، مصلحة المعالجة، مصلحة البحث البيبليوغرافي، ومصلحة الاقتناءات. يتوزع الرصيد الوثائقي للمكتبة الجامعية بين الكتب والرسائل الجامعية والاشتراك في قواعد المعلومات المرجعية ذات الملخصات والنص الكامل، وكذلك الاشتراك في مجموعة من عناوين الدوريات الورقية والإلكترونية. يبلغ عدد الكتب 304420 نسخة موزعة بين اللغات العربية واللغات الأجنبية، أي ما يعادل 60 ألف عنوانا، بالإضافة إلى الاشتراك في 57 عنوان دورية منها 20 في الشكلين الورقي والإلكتروني، والاشتراك في 7 قواعد معلومات مرجعية Abstract وقاعدتان ذات نص كامل Full Text. تحرص المكتبة على اقتناء أحدث أوعية المعرفة الإنسانية المختلفة، ويتم ذلك عن طريق الاطلاع على أحدث الإصدارات المقترحة من طرف الموردين بالتنسيق مع الأساتذة الذين يساهمون في عملية الانتقاء السنوية. والمكتبة الجامعية بشكلها التقليدي لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الباحثين بسبب الانفجار المعلوماتي، فهي كغيرها من المكتبات الجزائرية تحاول أن تتكيف مع البيئة المتطورة وما تشهده المجتمعات من تحولات عميقة نتيجة للتطورات السريعة في مجال المعلومات وما صاحبها من تكنولوجيا متطورة في الحواسيب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فأنشأت قاعدة معلومات بها كل الرصيد الوثائقي هدفها تيسير الاطلاع على محتوى المكتبة بأوفر وقت وأقل جهد وأكثر دقة، وتم تصميم برمجية وثائقية خصيصا لذلك تم تطويعها لمقاييس أفنوغ للفهرسة ساهمت في تجديد الفهرس البطاقي. وتمكنت المكتبة الجامعية من تحسيب مصلحة الإعارة الخارجية، ووضعت تحت تصرف روادها مجموعة من الحواسيب لإجراء عملية البحث الببليوغرافي آليا والاطلاع على رصيد المكتبة من الكتب بواسطة ثلاثة محركات بحث هي المؤلف، العنوان، الكلمات المفتاحية، والتي تساعد على الاطلاع على قائمة بالعناوين المتوفرة، إصدارات المؤلف المطلوب، وقائمة بالمواضيع. وساهمت حوسبة الإعارة الخارجية بالقيام بعمليات الإعارة والإرجاع التجديد والعقوبة والتبرئة آليا، وهذا ما ساهم في تحسين نوعية الخدمات المكتبية وتوفير الوقت والجهد للعامل والباحث. وحول الفائدة المستقاة من عملية الحوسبة ومدى تكيف الرواد مع هذه العملية
تسهيل عملية يعني الإعارة تاع الكتب سهلتها لنا، كانت يعني سهلة، نقدروا نعتبروها في للزوج فايدة لينا ضرورة، يعني تسهل العمل تاع العمال بالنسبة كما كنا بكري نديروا الوريقي، وترف علمي بالنسبة لينا حنا أن تسهل علينا العملية باش نخرجوا الكتب نورمال. أول فائدة هي الوقت، توفير الوقت، تسهيلا كذلك لإيجاد بعض الكتب التي ربما لا يجدها طالب في القوائم. لا 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 ولم تقتصر عملية الحوسبة على مصلحة الإعارة الخارجية فحسب، بل شملت أيضا مصلحة البحث الببليوغرافي، حيث تم إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالدوريات تمكن الباحث من الاطلاع على قائمة إجمالية باشتراكات المكتبة في كل التخصصات، وكذلك قاعدة معلومات خاصة بالرسائل الجامعية. كما دعمت هذه المصلحة مؤخرا بدوريات إلكترونية وقواعد معلومات مرجعية وذات نص كامل في أقراص مدمجة منها قاعدة ميدلاين، باسكال، دوكتيسيس، سوشيوفايل، كارنت كونتنت لايف ساينس، تكنيك دو لانجينيور، يمكن الاطلاع عليها بواسطة الانترنت. وعن استفادة الباحثين من عملية البحث في الدوريات الإلكترونية، اختصار الوقت والمجهود للطالب، لأن الطالب دائما كان في حاجة لهذا الجهاز، ونعرف كما نعرف أن الدول المتقدمة سبقتنا بكثير إلى هذا المجال، ففتح لنا هذا الجهاز الفرصة أن نبحث ونتوسع في أي موضوع نحتاجه. كذلك ولد لنا الرغبة في طلب العلم أكثر. ملاحظاتي تخص لي بنك دو دوني تاع باسكال. أولا الأهمية تاعها، نعرف أنه أي باحث الأستاذ أو الطالب ما يقدرش يقوم بعمل علمي بدون ما يكون على دراية واش راهي يحدث عبر في العالم في يخص هذا الميدان. إذا هي وسيلة ذات أهمية كبيرة. دونك ليديال سوري دو ليتيليزاسيون تريز افيكاس دو سيت اوتيل، ونظن نقدروا نعموها بالنسبة لي بانك دو دوني الآخرين اللي عندنا أكسي ا سكون أبل أون أونجلي فول تكست، يعني الأرتيكل أونتي. كما أنجزت المكتبة صفحة ويب خاصة بالمكتبة المركزية في انتظار إتاحة موقع لها على الإنترنت، ليتسنى للباحثين من جامعات أخرى الاطلاع على محتوى المكتبة وأقسامها. وتبقى الجهود منصبة على ترقية مستوى الخدمات المكتبية والوصول بالمكتبة الجامعية إلى مستوى الخدمات التي تقدمها المكتبات في الدول المتقدمة، ولا يتأتى ذلك إلا بمسايرة التطور التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات.